طوابير طويلة لشاحنات وعربات وتكدس لسلع غذائية وبضائع. هذا هو حال المدخل الشمالي للعاصمة بغداد بعد تطبيق وزارة المالية فرض التعرفة الجمركية وفقا لقانون الموازنة الاتحادية العامة على البضائع والمواد الداخلة من المحافظات الوسطى والشمالية. العديد من أصحاب الشاحنات قضوا عدة ليال في هذا المكان بسبب إجراءات استحصال التعرفة الجمركية على حمولاتهم. وصلنا 4 أيام احنا واقفين، شنو ذنبنا؟ طلع الكروت جبناه صرفناه بالطريق، الله شاهد. صار لنا 3 أيام واكو صار لها اسبوع يعني، وصارت يعني مشاكل. الاقليم ما يطبق مثل المركزي يا بس احنا شدنا شغله، احنا كسواق، انا رجال برقب تعاله برقب تعيشه زين، انا صار لي بس بالازدحام 3 أيام و4 أيام وهذا حالي. تعال شوف اصحاب الشاحنات اكدوا وجود حالات فساد مالي لدى فرق هيئه الجمارك تمثلت بمطالبه بعضهم بمبالغ ماليه مقابل الاعفاء من دفع التعرفه والسماح بدخول الشاحنه وحمولتها الى بغداد. تدفع فلوس تعبر، ما تدفع فلوس تبقى من كانك، صح لو لا جماعه؟ عمي بفلوس بليه سيارتي، الله مدالك ورا الثنتين يجمعون سيارات يعبرون، يعبر للسيطره، الله وكيلك. الفقير هنا يبغى والعنده ظهر، تجي دورية تاخذه منا وتروح بفلوس جاي عبرون، وشغلة القمرق وما قمرق يوم يعبرون قبل وثاني يوم اللي يلزمونهم يسمونهم نصين، نص يروح للقمرق ونص يبغى بالسيطرة على مو ثاني يوم يغطون، لأن ثاني يوم يصير بفلوسهم الشغلة. هذه الشكوى نقلناها إلى المسؤولين في الهيئة العامة للضرائب والذين أكدوا مباشرة مفارز الجمارك بنقل مكان دفع التعرفة إلى منطقة مفتوحة لاستيعاب أعداد كبيرة من الشاحنات، مع نشر فرق لمتابعة حالات الفساد المالي والابتزاز لأصحاب الشاحنات. اتخذ قرار بأن يتم دفع هذه النقطة إلى باتجاه الخالص في منطقة بالذات اسمها الصفرة، منطقة خالية وفيها أراضي كبيرة، واليوم قبل قدومكم تم هذا الإجراء وتحركت المفرزة إلى ذاك أو الموقع الجديد. قمنا الحقيقة بتنويع جهات الرقابة التي تقوم بمهامها الرقابية داخل هذه النقاط، حتى أن قسم من هذه الجهات الرقابية تعمل بشكل غير معلن. وسيجري استحداث نقاط عدة لاستحصال التعرفة الجمركية على البضائع والسلع الواردة من المنافذ الشمالية لتخفيف الزخم على مدخل العاصمة وتنظيم الإجراءات بحسب المسؤولين في الجمارك. محمود فؤاد، الحرة، بغداد.